لو الحكاية فيها إن فيتو رابعة صيدلة النهاردة الإدراك في اليوم الرابع أكثر دفعات المستجيبة هم دفعات سنة تانية وسنة أولى الإدراك بيوصل لـ50-60% في السكاشن مطالبنا محددة جدا الإفراج عن إخواتنا المعتقلين عندنا 5 معتقلين منهم 2 طلاب من دفعات سنة تانية في واحد منهم بعد الضغط هيطلع النهاردة إن شاء الله إبراهيم خطاب خلق سبيله النهاردة فاضل بكرة حمدي أحمد علي ده جلسته ده اتقبض عليه اعتقال عشوائي من الشارع اتلفق له 13 تهمة منها قتل ضابط داخلية الساعة 3 الفجر وهو أصلا معتقل من 8 بالليل بكرة إن شاء الله جلسته النهاردة من الفعاليات بتاعتنا بدأناها بهتاف مسيرة داخل الكلية بدأت تفطر المعتقلين والحرية ليهم وبعدها حصل زي ورشة فنية رسالة إلى معتقل وبعد كده حصل حلقة شرح لدفعة سنة أولى اللي بيفضوا محاضرات علشان معوضوا عنها ميبقاش قلقان وفي كمان شوية حصل شرح تاني لنفس الدفعة الفكرة إن إحنا بنقول إن الطلبة مش منطقية الطلبة مش عايزين أكتر من حريتهم الطالب ما عملش أي حاجة غير إن هو تواجد في مكان في واحد شايف إن سلطته إن هو يعتقله أو يحرمه من حريته أو يبعده عن بيته فترة ما أظنش إن ده مبرر أبدا إن هو يعتقل أو يتسجن أو يتهان في السجن الإضراب وصل نسبته 50-60% في السكاشن تمام مستمرين في الإضراب يعني إمتى تقولوا خلاص إحنا خلصنا؟ إن شاء الله مع آخر معتقل السلام عليكم أنا عمر محمد عبد المولى رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة القاهرة النهاردة في الإضراب اليوم الرابع ابتدينا يوم الأحد 9/3 الإضراب ابتدى بشكل أساسي عشان زمايلنا اللي بيتاخدوا آخر حاجة آخر مأساة إحنا بادئين بيها الترم ده زميلنا حمدي أحمد علي لسه متاخد يوم 28 فبراير برضه اتاخد اشتباه من الطريق خد تجديد يعني خد 15 يوم القضية خد فيها كذا تهمة كالعادة بلا اي دلائل وبلا اي احراز او اي تحريات تمام دخل في سكه التجديدات التعسفيه اللي دخل فيها زملائنا التانيين بس ما طلعوش الاضراب النهارده في اليوم الرابع عايزين نقول ان احنا اللي اتحركنا فيه واللي عمل ضجه احنا اتحركنا مع الاداره سواء على المستوى الاداري تمام ان هم في اجراءات هم بيعملوها سواء اللي هو تنسيق مع الجامعه او كده كنا بننسق معاهم على تكوين وفد او وفد تزكيه يعني للزملاء المعتقلين يقابل النائب العام ويعرفوا قضيه الزملاء نفسهم ويوصى عليهم حاسس ان احنا يعني سواء حمدي او ابراهيم او كده معروف انهم نشهد لهم بحسن السير والسلوك سواء من اصحابهم او من اساتذتهم تمام الخطوه دي عميد الكليه كانت قالت ان هي مش ذو صفه ان هي تتكلم النائب العام فاتناقشنا في ان هو نكلم مين فقلنا دكتور جابر نصار كان على تحديد موعد معاه والحمد لله امبارح كان في اجتماع مع رؤساء الاقسام ومع العميد حددنا موعد مع دكتور جابر نصار النهارده الساعه 3 العصر اضربكم هنا ده لليوم الرابع ده كل العلاقه بينكم وبين الاداره انتوا حددتوا ميعاد مع الدكتور جابر الاضراب ملوش دعوه قوي يعني هو مش موجه قوي للضغط على الاداره بس هو الاضراب موجه للضغط سواء ان هو يوصل القضيه نفسها للامام بيده الامر للنائب العام للداخليه كده احنا كل مطالبنا اللي هو الافراج عن زمايلنا على ذمه التحقيق مش طالبين حاجه اوفر او مش طالبين حاجه فوق القانون او تدخل في شؤون القضاء الافراج على ذمه القضيه او على ذمه التحقيق ده اجراء شرعي وقانوني ده اللي احنا طالبينه مش لازم تعطل طالب وتعطل مستقبله وانت لسه ما عملتش تحرياتك وما عملتش المتهم بريء عامه حتى لا تثبت فيديو